بين الغضب والصدمة والتحذير، لم تمر جريمة نحر صبي في النجف مرورا هادئا، إذ تجمع ذوو الضحية أمام مبنى محكمة المحافظة عقب هذه الحادثة التي وصفت بالبشعة. وقفة بلغت فيها قلوب المفجوعين حناجرهم للمطالبة بالقصاص العادل من الجاني. عم نريد اعدامه بنفس المكان اللي قتل به الطفل، حتى يكون عبره لمن اعتبر، عبره لكل عراقي مجرم مثل هذا. هذا داعش يا عمي، هذا مو مسلم. يعني جريمه يذبح له طفل من الوريد، الوريد بسكينه، لا يعرفه لا الاطلابه ويا كل شيء، ما الا ويا شغله يا عمي ما صايره. هاي العالم اليوم جايه كلها طالب باعدامه. احنا نطالب القضاء العادل، ونطالب محمد الشيوعي السوداني، نطالب حكومتنا ان ينحكم شنقين قدام العين بالمكان اللي نفذ به الجريمه، حتى يصير عبره لمن اعتبر. اول شيء هذا طفل بريء، لا عنده مثلا سابق عداوه قبل وياه، او يطلبه، او قرايبه، او عليه صله رحم، ماكو بيناتهم. الناس اللي هسه جاي تبث بالقنوات وبالشارع وجاي نسمع على وسائل الاجتماعي يقولون قرايبه، لا هذا ماكو كل صله، موضوع هذا حقيقه، هذا كله كذب، هذا ادعاء. تجسدت بشاعة الجريمة بطريقة تنفيذها بإقدام الجاني على فصل جسم الضحية عن رأسه بعدما ذبحه من الوريد إلى الوريد، لتهز الجريمة البشعة الأوساط النجفية التي فجعت بنبأ رحيل الصبي. الحادثة طفل كاسب على عربانه طالع يشتغل بسوق الأنصار، إنسان عمره تقريبا 13 سنة، اجا واحد مشتري سكينه حسب الكلام اللي بالسوق انشهد عليه، مشتري سكينه وحاد السكينه والكاميرا نقلت الصوت، واجا بور الطفل ضربه حديده على راسه وعلى ملزم الطفل ذبحه وقص راسه، وهذا الطفل قبال الكاميرا هي لا كانك وكاميرا خلي تشوفه، وهذا الطفل ويقول ذبح يم ما صارت ولا دارت. منه الطفل كاسب على باب الله يطلع على عربانه دفع يرجعون راسه ماكو مقصوص. وعلى الرغم من تسجيل النجف لسلسلة حوادث جنائية مختلفة في الوقت السابق، إلا أن هذه الجريمة مثلت صدمة لأهالي المحافظة الجنوبية، فهي الأعنف والأشد صدمة من حيث طريقة تنفيذها والمكان العام الذي مورست فيه. من النجف، محمد رزاق، التغيير.